تواصلت العمليات العسكرية التي تشنها القوات السورية في عدد من المناطق والمدن مع انتهاء المهلة التي حددها المبعوث الدولي كوفي عنان. وفي ظل شكوك نجاح خطة عنان عقب اشتراط دمشق ضمانات مكتوبة من المعارضة ودول عربية إسلامية لوقف العنف، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي في موسكو مع ناظره الروسي سيرجي لافروف: لقد قمنا بسحب بعض وحدات الجيش من بعض المحافظات تنفيذا للبند سي من خطة عنان، ولذلك أرى أن وقف العنف المستدام يجب أن يكون متزامنا مع وصول بعثة المراقبين الدوليين. من جهته دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تسوية القضية السورية بدون أي تدخل خارجي، وأعلن أن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين إلى سوريا لمساعدة بعثة الأمم المتحدة لوقف عمل العنف، وأضاف: أعتقد أن السلطات السورية يمكن أن تكون أكثر نشاطا وفاعلية. موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان الذي وصل إلى تركيا لتفقد مخيمة لاجئين السوريين من المتوقع أن يوجه في وقت لاحق اليوم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول خططه للخروج من الأزمة في سوريا.